فراخ بصلصه الاجبان. الوصفه بتاعتنا دي يعني طبق كامل متكامل. علشان نعملها عايزين 4 صدور دجاج، 2 كوب مشروم، 1 بصل، 3 فص ثوم، 1 مكعب مرق، 2 كوب كريمه، 1 كوب حليب، ملح وفلفل، معلقه صغيره بابريكا، رشه جوزه الطيب. بالنسبه للاجبان بقى عايزين 1 كوب جبنه تشيدر، 1 كوب جبنه موتزاريلا، 1 كوب جبنه بارميجان، وهنحط في القاع بطاطس مسلوقه مع شويه حليب وشويه زبده وملح وفلفل. دلوقتي هنا ابتدت تسخن. على ما تسخن هنا الزيت بتاعنا، خلينا نعمل البطاطس اللي هنحطها تحت. هناخد بس كده شويه حليب نحطهم كده هنا شويه بس، وهنحط، انا مش عايزاها جامده قوي الحليب، ده الحليب ده هنا وده هنا، مش عايزينها طريه قوي البطاطس بتاعتنا، فعشان كده مش هنحط حليب كتير. وهنحط معاها الزبده، وهنستنى عليهم بس شويه ملح طبعا. يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ حطينا الحليب والزبده وشويه ملح. وهنا زمانها سخنت دي، خلاص ننزل بقى الفراخ. هنجيب بقى دلوقتي البطاطس، خلاص دي كده جهزت عندنا، خلاص تمام. هنجيب البطاطس ونحطها هنا. يبقى احنا كده ايه؟ حطينا البطاطس على الحليب والزبدة والملح. هناخد بقى البطاطس بتاعتنا ونحطها في قاع الطبق اللي عندنا. يلا نروح بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. خلاص كده هنقدر دلوقتي نضيف لها البصل. دلوقتي الفراخ عندنا خلاص هي والبصل تقريبا استووا. هناخد دلوقتي المشروم اللي عندنا وهنحطه هنا. هنحط لها بقى شوية ملح بس مش كتير، لان هنحط مكعب مرق. وهنحط شوية فلفل، وهنحط شوية من جوزة الطيب، وشوية بابريكا، وشوية ثوم. الثوم طبعا بنحطه بعد البصل لانه مبياخدش وقت على النار. هنقلبهم شوية. تمام. هنحط بقى دلوقتي الكريمة، وهنخليها بس على النار شوية كده لغاية ما الدنيا ايه تتسبك كده. هناخد الاجبان اللي عندنا، هحط 3/4 الكمية من كل نوع، 3/4 الكمية من كل نوع. وهنحط مكعب المرق. كده الفراخ عندنا جهزت. اول ما تسيح الجبنة هناخدها على طول نحطها على البطاطس وندخلها الفرن.